بعيدي بعيدي، فاذكري في فرحتي كل شهيدي، تمنحي حلما من دور عيدي، رتبي اياتها الدنيا نشيدي، رتبي اياتها الدنيا نشيدي، وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا يملا نفسي، انت عهد عارض في كل ذمه، رايتي رايتي يا نسيجا حكته من كل شمس، اخرجي خفيضة في كل قمة، امتي امتي ان حين البأس يا مصدر بأسي، اغفري لك يا اكرام امة، عشت ايماني وحبي اممية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يا مهية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. الصوت حطيلك وهذا العرض استاريخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. اقرأ لعل الله ينقذ غافلا من أمتي ويلين قلب عنيدي، اقرأ لينجلي الظلام عن الربا وليسمع الغافي زواجر هودي. أيها الحفل الكريم، بمناسبة الذكرى 34 للوحدة اليمنية، ها نحن هنا، ها هنا نحن وقد وحدنا وطن أصبح منا أثمنا، وغدت أصقاعه معبدنا، لم ولن نعبد فيه وثنا، أو يرى نخس أرض أننا نأخذ الدنيا ونعطي اليمنا. أيها الحفل الكريم، نبقى الآن مع الكلمة الترحيبية يلقيها اللواء الركن محمد رسام قائد المنطقة 7، فليتفضل. الأخ المفتش العام، اللواء الركن عادل القميري، الأخ رئيس هيئة العمليات، اللواء الركن
خالد الأجول، الأخ نائب رئيس هيئة التدريب، الأخ قائد قوات الاحتياط، الأخوة القادة، الأخوة الخريجين، الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الصباح الوحدوي المشرق الجميل نحييكم ونرحب بكم لحضوركم هذه الفعالية لتخرج دفعات من دورات قادة الكتائب والدورات التخصصية والنوعية. أيها الحاضرون جميعا، إن التدريب المستمر للمقاتلين يكسبهم المهارات القتالية العالية والنوعية والتخصصية والتي تمكنهم من أداء مهامهم وواجباتهم بكفاءة واقتدار، ويذلل الصعاب ويوفر على المقاتلين الكثير من التضحيات ويحقق نتائج باهرة بأقل الخسائر. كما لا يخفاكم أن من أهداف البرامج التدريبية تخريج رفقاء السلاح والذين يمثلون الأخوة الحقيقية والتي تتكون منها علاقات نضال وكفاح وواجب وطني، وهذا يعزز التلاحم والقوة بين الوحدات العسكرية. أيها الحاضرون جميعا، إن القوات المسلحة هي رمز الوحدة اليمنية المباركة والتي نعيش اليوم ذكراها 34 وصمام أمان مسيرة الوطن. هذه الوحدة التي نحتت في قلوب أبنائها بأحرف من نور ونار، ففيها نور مضيء لمن يريد الاهتداء بها ونار مستعرة لمن يريد المساس بها. أيها الحاضرون، إننا في قيادة المنطقة العسكرية السابعة لن نالو جهدا في تقديم كل ما نستطيع لاستمرار عملية التدريب وتعزيز قدرات الأفراد في مختلف مجالات العلوم والتطبيقات العسكرية الحديثة، وبما يؤهلهم لخوض معركة التحرير القادمة والفاصلة لإنهاء الانقلاب الحوثي الإرهابي. وختاما نشكر قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورفاقه أعضاء المجلس ومعالي دولة رئيس الوزراء، وقيادتنا العسكرية ممثلة بمعالي وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، على دعمهم المتواصل لتنفيذ خطط التدريب وبرامجه. كما نشكر دول التحالف العربي ممثلة بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما قدموه ويقدموه من أجل استقرار اليمن وسلامة أراضيه وشعبه. الخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، والحرية للأسرى والمختطفين، وعاشت اليمن حرة أبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أين تبدأ هذا البوح يا قلم؟ بل كيف تصمت والأحداث تزدحم؟ هذا النزيف على جنبيك منبثق، وفي فؤادك من فرط الأسى ندم. اكتب فأنت يد التاريخ ما بقيت محابر أو تبقى في الوريد دم. الآن نأتي إلى الشعر والشعراء وإلى قصيدة شعرية ومع الشاعر معاذ الطربي، وليتفضل. كنا يا يمن قف، يا يمن قف وقنف وارتشف من دمانا، ما يجيك ضيم دام احنا لأرضك حماه، قد بذلنا النفوس وكل شيء معانا لاجل عزك عقدنا موت ولا حياة. يا يمن قف وقنف وارتشف من دمانا، ما يجيك ضيم دام احنا لأرضك حماه، قد بذلنا النفوس وكل شيء معانا لاجل عزك عقدنا موت ولا حياة. جيشنا تحت راياتك
موحد لوانا بالقيادة الرشيدة ذو العقول الدهاء، كيف نرضى لك الذلة ونرضى الهوانا، وانت لك مجد ما حد في الوسيعة رقاه، والعهود الوثيقة لك تعزز ولانا، كل جندي وقائد مننا على الولاء. كيف نرضى لك الذلة ونرضى الهوانا، وانت لك مجد ما حد في الوسيعة رقاه، والعهود الوثيقة لك تعزز ولانا، كل الجندي وقايد مننا على الولاء. جيشنا تحت راياتك موحد لوانا بالقيادة الرشيدة ذو العقول الدهاء، بعد ما وجهونا لجل نشحذ قوانا، قسم الإعداد والتأهيل سخر قواه. بعد ما وجهونا لجل نشحذ قوانا، قسم الإعداد والتأهيل سخر قواه، أيام عسكرات مع مراكز بدانا، منها مرحلة تأهيل أهل النواة، والمراكز تدرب يوميا. جاك جانا عسكرة عسكرة رتب يمين انتباه، والمراكز تدرب يوميا. جاك جانا عسكرة عسكرة رتب يمين انتباه، كلية عسكرية تسكر الهندوانة، جوية حربية ضباط فعلا حماة، حتمية صاعقة ذي دورت مستوانا، حرب سبرانية متخصصين ومشاه، هندسة مدفعية قنص هانا وهانا، مستوى رصد الاستطلاع فوق الفواه، كل وحدة تخصص ساهمت في ارتقانا، لأنها أهلت للجيش جند المباه، والجهد في تراكم ما حدا ما تفانا، كل جندي مهاري شك من مستواه. كل وحدة تخصص ساهمت في ارتقانا، لأنها أهلت للجيش جند المباه، والجهد في تراكم ما حدا ما تفانا، كل جندي مهاري شد من مستواه. والرسالة نوجهها لشلة عدانا، حسب قانون حرب المعركة للغزاة، والخبر ها هنا فاصل كما ابتدانا، تبرية للذمم من تابعين الطغاة، يغنم الفرصة اللي جت لهم من قدانا، قبل ما نغنم الصعوبات جرم الجناة، دام والله بالحوثي وشره بلانا، والله إنا على رأسه وحنا بلاه، إن شاء الله ما هي كبرها بمستوانا، نكسب من اشتياحه مثل شرب المياه. والخبر ها هنا فاصل كما مبتدانا، تبري أهل الذمم من تابعين الطغاة، يغنم الفرصة اللي جت لهم من قدانا، قبل ما نغنم الصعبات جرم الجناه، دام والله بالحوثي وشره بلانا، والله إنا على راسه وحنا بلاه، يشهد الله ما هي كبرها بمستوانا، نكسب من اجتياحه مثل شرب المياه. في القرار النهائي مصدره صار هانا، ما لهم حق يختاروا سوى اللي نباه، لله الفضل والمنة ما قد عضانا، والتهيئة تخصب في عزوم السراه، كانت مقاومة لكن معانا، معانا أصبح اليوم جيشا شرعيا لا سواه، والثقة مفعمة والاندفاع قد غشانا، تستعد المحاور كل من في اتجاه، أشروا أشروا يا قيادتنا ونقضة لقانا في وسط جامع الصالح، نقيم الصلاة. سلامتك. صح لسان شاعر، آن للكف أن تداعب أرضا، آن للغيم أن يضج وعودا، آن للفجر أن يشع بهيا، آن للدرب أن يميس ورودا، آن للطائر المهاجر أن يرجع يكفيه ما قضاه شريدا، آن لابن الملوك في هذه الأرض كماضي آبائه أن يسودا. نبقى الآن مع كلمة شعبة التدريب يلقيها رئيس الشعبة العقيد أحمد البخيتي. اللواء الروك عادل القميري المفتش العام للقوات المسلحة، اللواء الروك خالد الأشول رئيس هيئة العمليات، اللواء الروك محمد رسام المنتصر قائد المنطقة العسكرية السابعة، اللواء الروك أحمد العارسي نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل، اللواء الروك فيصل علي قائد قائد قوات الاحتياط، الإخوة قادة الألوية، الإخوة رؤساء الشعب، الإخوة الضباط والصف والجنود جميعا كلا باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. أما بعد، بمناسبة احتفالات بلادنا بذكرى العيد الوطني 34 للجمهورية اليمنية، بعيد الوحدة وقيام الجمهورية،
الذي تحقق في 22 من مايو عام 1990 حلم الثوار سبتمبر وأكتوبر بتوحيد شطري الوطن وإنهاء مخلفات الإمامة والاستعمار. نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي القائد الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس وللقيادة السياسية والعسكرية. الإخوة القادة الحاضرون جميعا، مواكبة لبناء القوات المسلحة بناء قويا بعيدا عن النزاعات المذهبية والطائفية والمناطقية والسلالية والتوريث الأسري، وتكريسا لهذا المنطلق فقد حاولنا جاهدين في شعبة التدريب والتأهيل بإشراف ورعاية قائد المنطقة ونائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل في المرحلة الأولى من العام التدريبي 24 أن نكون ونوجد التدريب النوعي والتأهيل التخصصي لضباط وصف وأفراد الوحدات التابعة للمنطقة في مختلف فنون وتخصصات التدريب القتالي المتطور، والاستعداد التام لتلبية احتياج الجبهات لكل التخصصات الحديثة. وقطفاً لهذه الثمار والجهود، فإننا نحتفل اليوم بتخريج عدد من الدورات التخصصية، دورة الصاعقة الحاضرون 136، المتخرجون 116، ودورة المدفعية الحاضرون 36 والمتخرجون 22، ودورة الرشاشات الحاضرون 42 والمتخرجون 34، ودورة الجنص الحاضرون 32 والمتخرجون 23. وهذا كله يعود بالفضل بعد الله لقيادتنا ممثلة برئيس هيئة الأركان العامة وقائد المنطقة العسكرية السابعة ونائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل الذين يولون جل اهتمامهم ودعمهم الدائم والمستمر لهذه الدورات. ختاما، نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى والمختطفين والنصر للمرابطين في كل الجبهات. نحن أخمدنا بفضل الله طيشا وبنينا بالدم الوطني جيشا، ما رضينا دون عيش العز عيشا، فليمت من يستكن خوفا وفيشا. نحن أسسناه جيشا وطنيا خالصا للشعب حرا وحدويا، فيه بين الناس نسمو عزة نرفع الهامات في الدنيا عليا. يا أخي في الجيش هذا يومنا، إن تكاتفنا طوينا الظلم طيا. الحفل الكريم، ليتقدم قائد العرض بالاستئذان لبدء العرض العسكري، فليتفضل. قوة العرض صاد كفار صح. الله الله الوحدة. الأخ المفتش العام اللواء الرك عادل القميري بمناسبة العيد 34 للوحدة اليمنية، وتخرج عدد من الدورات التأهيلية والتخصصية سرايا العرض تهزل المرور في هيئة الاستعراض. أستاذ البيض العرض مقدم البلاغ قائد العرض خي. ولا طول يطاولها في ساحة المجد أو نجم يدانيها، ومهرة للعرب الأحرار لو عطشت نصب من دمنا ماء ونسقيها. يا
يا أيها الوطن الممتد في دمنا حبا أعز من الدنيا وما فيها، ويا أيها الحافظون ويا أيها الأوفياء الحافظون على عهوده البيضاء فيها وماضيها، كنتم قناديله في ليله فإذا مادت به الأرض أصبحتم رواسيها، لكم أزف أناشيدي وإن بها من حبكم عبقا بالنور يزكيها. هذه بلادي بها الأحرار قد طلعوا، أقمار حق أضاءت في دياجيها وعطروا بالدم القاني مدائنها، وزينوا بأمانيهم بواديها، وعلموا الناس أن الموت أغنية كان الشهيد بإيمان يغنيها، ولو تطول دروب الفتح نحن على قلوبنا وعلى الأهداب نمشيها، إنا رفعنا لك الرايات عالية وحسبنا أننا كنا سواريها. محمد خلي محمد يجي. كانفجار النور في وجه الغسق جيشنا المقدام في الساح انطلق، قد تعاهدنا على عزتنا وحسمنا أمرنا أصحاب حق، كل من ظن بأننا لقمة سهلة غص بنا حتى اختنق، ما رفعنا علما إلا على أو ضربنا جبلا إلا انفلق، ثكلتنا الأرض إن لم نعتلي سفح صنعاء فرادى وفرق. الآن نستعرض قادة الكتائب أمام المنصة. ستظل الوحدة اليمنية في حدقات العيون وفي سويداء القلوب وفي الضمير دوما، هي ذلك المنجز العظيم للشعب اليمني، وسيصونها ويحميها من كل الأعداء. فيالك من الجنود المخلصين لهذا الوطن، إن هذه الوحدة تشكل الضامن الوحيد لاستقرار اليمن وأمنه واستقراره، ومهما تكالبت الظروف والمؤامرات والدعوات الانفصالية المشبوهة، إلا أن وحدة الشعب اليمني ستظل هي الراسخة والصرح الشامخ والصلب. تستعرض وحدات رمزية من القناصين؟ نستعرض الآن وحدات رمزية من القناصين أمام المنصة. تستعرض